وسجل في مرمى بتروجيت في متابعة لركلة الجزاء اللي كان أضاعها. محمود علاء، محمود علاء يسجل الآن، يأتي وتأتي السيرة ويظهر الآن، وبدون حيرة هو يأتي على السيرة ويضع هدف أول لفريق الزمالك لتكون المباراة مثيرة إذا سجل الزمالك ليبحث عن تاني الأهداف. ولكن حوار ما بين رؤى ومحمد مصطفى، رؤى والهدف الثاني، الهدف التاني لفريق الزمالك. كرة المرة دي أسكنها على يمين حارس المرمى اللي اتجه في الزاوية اليسرى، ولتصبح النتيجة هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. عدد الأهداف له في بطولة الدوري مع فريق الزمالك معطى فرصة قريبة وثمينة جدا لإضافة الهدف الثالث للزمالك في هذا اللقاء. كرة ارتدت على مدافعي فريق الزمالك، ميدو ميدو ميدو، وهدف أول لفريق النصر هنا عن طريق اللاعب حجاج عويس. لا توجد هنا الحجج، لا توجد هنا البراهين، بل هو برهن كرة في المرمى في الشباك بعد ما كانت ستكون هدف ثالث للزمالك، تحولت وأصبح هدف أول لفريق النصر